إذا متتبعي قناة صوت العدالة، أهلا وسهلا بكم ومساء الخير للجميع. حنا كنتواجدوا أمام قصر المؤتمرات، حيث هناك اعتصام لعمال وعاملات مجموعة فنادق رياض موكادور اللي كيدخلوا في اعتصام، وكيف ما كنلاحظوهم الناس هما بايتين في الزنقة اليوم. غادي نحاولوا ناخذوا معنا احد المستخدمين باش يقربنا من الصوره اكثر ويقربنا من الاعتصام اللي دايرين هاد الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم، شكرا لقناه العداله. الصراحه عندنا الفوطافات الاخيره ديال الليل، الصراحه الله الليل في مراكش جميل، وتنقدم تحيه وتنهني صاحب الجلالة على هذه المناسبة ديال الذكرى عيد العرش، الله يطولنا عمره، وتنتمناو يزيد في العمر إن شاء الله، تيحقق الأحلام اللي تمنى، وتنتمناو يشاهد هذا النموذج اللي تيكون في الليل في مراكش. صراحة الله تيكوش اللحم. وندخلوا في الموضوع، حنا معتصمين هنا على حساب سلسلة موكادور أوكدان، اللي هو واحد الصدفه اللي تصادفنا صراحه الله، ما كيفاش نقول لك، وهو قعدنا عام وثلاث شهور، وكان سيدنا تيدعمنا بهذيك 40,000 صراحه الله، الله يجزيه بخير. ولكن من لحق سبعه نهار واحد التحقنا بالعمل ديالنا، لقينا لوطيلات كلهم مسدودين، جبنا المهم عون قضائي، سولنا السكرتير قلنا له كيفاش هذا كذا كذا، قال لك جاني واحد النداء من الاداره الفوق باش ما يدخل حتى شي واحد يخدم. المهم درنا الاجراءات ديالنا، وحد الان ما تجاوب معنا حتى شي واحد من المسؤولين، لا من الاداره ولا من الباترونات. وتنتمناو حنا السلطه والسيد الوالي يدخل في حسبوا حنا مشروع خطير، بينا في هذه الحاله ديال الكورونا، وحنا بايتين بالزنقة هنا تنحتجوا ومعتصمين على رزقنا وعلى رزق ولادنا. ماشي ساهل بنادم يضحي بولادو ويضحي بصحته من اجل. والصراحه تنشكر السلطه اللي قدرت الظروف ديالنا، والصراحه الصوره بدون تعليق، بلا ما نقول لك كاين الاخوان هنا هما تا مصرانين معنا. تنحتجوا دابا حنا بغينا حقنا، بغينا حنا التواصل مع السيد الوالي، حيت دابا الباترون ما بقاش عنده شي تواصل، هادشي هددنا تيقول لك حنا ما بغيناش نحلوا لوطيلات، واللي بغى حسابه يمشي يقبضوا. ولكن هذا الحساب كي داير؟ واحد الحساب اللي هو اللي يقدر يديك تصويره. واش الانسان ضرب 15 سنه 16 سنه وتعطيه 3 المليون ولا 3 المليون ونص؟ هذا ماشي حساب، هذا حقره وتعدو. وحنا تنتمناو دابا الاخوان اللي هما تيشاهدونا يحسوا فهاد الحاله فاش حنا دابا كاينين. ماشي ساهل فاش كنا لقيتها لوحده الليل او فوق لوحده الليل وانت قاعد في الشارع مليوح، معتصم على حساب رزقك وعلى حساب واش زعما هاد الناس هادو، هاد الشعبي هذا شكون هو؟ هاد الشعبي اللي في البلاد حنا ما تنعرفو لا شعبي لا تنعرفو، حنا يلاه سيدنا وداكشي اللي قال الدستور صافي، هادشي تنعرفو. هاد الشعبي تحدى سيدنا وتحدى الدستور، واش الانسان زعما اشنو ما تيخافش الله ما كذا؟ حنا يتواجه معنا، ما بغيناش ما بغيناش حدنا نخدمو، يقعد معنا للطاويله ويعطينا حقنا، او لا حنا نخدمو. حنا هذا واش تنطلبوه؟ ما تنطلبو حتى شي حاجه. ولكن باش الشهر حنا وحنا مليوحين بالزنقه، واشنا هو المصير ديالنا حنا دابا؟ هادشي ضربنا حياتنا كلها وفي الاخر نتلاحو؟ تا باي باي ما قال لنا حشومه. واللي بغيت نقول هو هاد السلطه هادي واش غالبه هاد السيد؟ واش ياك الانسان السلطه المحليه ولا حتى السلطه كاع، حنا تنقولوا العالم كله، والانسان ملي تيكون قدام سيدنا، سيدنا تيعطيه مسؤوليه وتيعطيه القسم، تيقول له تنقسم، تيقسم بانه يكون مخلص لوطنه وشعبه. وفينا هو هذا القسم هذا اللي تنشوف انا؟ ما كاين لا قسم لا والو، تيبان لي الانسان انت صاحبي وانا صاحبك وغادي هكا شتي. فينا هو فينا هما هاد البرناماليين اللي عندنا في مراكش؟ فينا هما هاد المنتخبين؟ فينا هما هاد الناس هاد حقوق الانسان؟ فينا هاد المفتشيات؟ فينا هما هاد الناس اللي تيقولوا المواطن المغربي حنا ديالنا وحنا كذا؟ واش حنا دابا دخلناكم بالله واش كاين شي واحد في هاد الحاله كورونا ومليوح الناس في الشارع؟ حنا دابا ولينا قاعدين في وسط الامن، ها البوليس من هنا بوليس ما كنا، حنا بوحدنا اللي كاينين في الشارع، واش حنا اللي كون لقينا حقنا؟ واش حتى حنا قاعدين خايفين حتى حنا على ولادنا؟ واش هاد الناس هادو ما باش زعما ما يتقوا الله؟ واش ها
وحشومه اللي كنت فاقعه تيبوطا في جامعه فنا كنت لقى كل شيء تيهضى عليها، وحنا منين مفاقعين حنا عائلات مفاقعين وما كاينش اللي يهضر عنا وما كاينش اللي يجاوبنا وما كاينش اللي يشوف فينا ولا اللي يسول عنا. الناس يدوزوا الناس يهود وجاو هضروا معنا وتوانسوا معنا وقال لك حنا متحدين معكم. هادو كاع الناس اسرائيليين هما نزلوا في البالي كونغري هنا وتيجيو يهضروا معنا، وكاينين الناس اللي تيشربوا لنا العصير وتيشربوا لنا الماء. واش هادو ما شغالين ديال الشعبيه في الخبيه ولاو طلابه مليحين متشردين؟ هذا هو الفضل، هادو هما البريمات، هادو هما الجويه نطلبها اللي بينا قبتو حنا ما عندش الشعبيه، ولينا حنا تنتسناو الناس يشريو لنا الماء ويشريو لنا العصير. ها وحشومه كاع الانسان يكون مواطن مغربي ومعلق هذاك الترامبو هكاك فيه النجمه خضرا وتنفتخروا بها في العالم، ونجيو وسيدنا تيدخل الناس من على برا باش يتنزهوا في بلادهم وباش يفشوا الخاطر ديالهم في بلادهم ويتواصلوا مع عائلتهم مع خوتهم، وحنا مشردين حشومه. الا كان سيدنا ما فراسوش هذا الشيء التقليد على المسؤولين اللي خصهم يلحقوا ليه، والتقليد على الاعلان، والتقليد على حنا الدوزيام وهاد اذاعه القنوات الرباط وداك الشيء. حنا هاد القنوات كلها هما علاش ما يتعاونوا معنا ويوصلوا التواصل مع 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 صاحب الجلاله ويحلنا المشكل. حنا ماشي ما تنطلبوش شي حاجه اللي فوق طاقتنا، تنطلبوا حنا يرزقنا او اللي دخلنا نخدموا، صافي هذا الشيء اللي كاين. والسلام عليكم وشكرا على هاد القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السؤال الاول بغيت نطرح عليك الله يخليك، احنا تقريبا واكبنا معكم هذا الشيء من البدايه ديالو، يعني ما يفوق واحد 11 تقريبا الوقفه احتجاجيه اللي درتو. يعني واش هذه 11 وقفه احتجاجيه وبوسائل الاعلام يعني ما كانش فتح شي حوار من طرف الاداره ولا من طرف مثلا المسؤولين الدولي اللي مختصين بهذا القطاع؟ السلام عليكم ورحمه الله. اول حاجه تنشكر الصحافه العداله الصوت العداله لانه ديما حاضر تبارك الله، عنده برامج اللي هي زوينه وانا من المحب ديال صوت العداله. بالنسبه لهاد الناس هادو تقريبا حنا واحد الشهر هذا وحنا معتصمين، يعني حاولنا باش نشوفوا مع المدير العام ديال الفنادق اللي هو مسيو سعيد العرجة، وما بيعطينا حتى شي حل. يعني تيقول لك حنا ما عندناش باش نخلصوا، ما عندنا كل مره واش يقول. لهذا حنا اتجهنا للقانون، جينا باش نخدموا النهار الاول، قالوا لنا ودي راه ما كاين لا خدمه لا والو، حتى السيكوريتي اللي كانوا قلبوهم جابوا شركه اخرى. يعني حنا خدمنا القانون، درنا القانون ديالنا، يعني جبنا عول قضائي وقيد المسائل، وحنا تابعين داكشي تدريجيا مع السلطه. بالمناسبه باش نعاودوا نذكروا الناس، تقريبا شحال ديال العمال تقريبا؟ تقريبا كاينه واحد 500 عامل، وكل عامل تقريبا عنده اربعه الناس خمسه الناس، يعني راه ما يزيد على واحد 3500 ولا 4000 الناس اللي تشردوا في مراكش. بالنسبه للعائله شحال تقريبا عندك ديال الخدمه؟ بالنسبه خدام معاهم تقريبا 14 عام. 14 عام يعني واحد الانسان اللي جا صغير وكبر معاهم وداكشي وفي الاخر يخرج بدون مقابل زعما ما كايناش. بالنسبه لهاد الناس، بالنسبه للوطيلات كاينين تقريبا واحد الخمسه ديال اللوطيلات اللي وقفوهم في مراكش، كاين المنزه، كاين لوبيرا، كاين القصبه، كاين جيليز، كاين اكدال، وكاين اكادير حتى هو. يعني هاد الناس هادو سبعه ديال اللوطيلات. بالنسبه لهاد الناس هادو مساكن اش يديروا؟ سيدنا كان عاطينا الدعم، يعني الدعم وقف شهر 6، يعني صافي الاخر ديالو، يعني شهر 7 خصنا حنا نخدموا، نلتحقوا بالعمل ديالنا نخدموا، يعني ما تجاوبوش معنا، ما عطاونا حتى شي حد. لهذا تنتمناو حنا من الناس المسؤولين، فهمتي، تنتمناو من سيدنا اللي توصلوا الخبر، هو اللي تيوقف مع الشعب ديالو، هو اللي حاس بالشعب ديالو. وايضا تنشكروا الناس ديال السلطه اللي تيتعاملوا معنا، تيتعاملوا معنا بجديه وتتحاوروا معنا، وما بغاوناش نكونوا في هذا الحال هذا، لانه حاس بك، عارف كاش واقع لك. اما بالنسبه للاحزاب، الاحزاب المراكشيه تنعرفوهم بزاف وتنعرفو الناس بزاف وتنعرفو، ما كاينش ولا شي حد تحرك معنا شي ساكن غير الناس ديال المجتمع المدني. وتنشكر ايضا الصحافه اللي وقفوا معنا، يعني جميع الوقفات اللي درنا كلهم تبارك الله تيجيو كلهم تيقضيو معنا الغرض. ونتمنوا حنا ان شاء الله باش يكون واحد الخير. حنا ما بغينا والو، اما يردونا الخدمه ديالنا،
اما يقعدوا معنا اطابلي يعطيونا حسابنا اللي هي قانوني، ماشي بيجي يعيط لك يقول لك اجي تاخذ مليون ونص ولا جوج مليون ونص، انت ضرب 14 عام جات الخدمه اش بغيتي دير بها؟ البنكه تتسال، كاين اللي عنده قابت شو يقول لك قابت ابارتومون، كاين اللي قابت كريدي لحاجه اخرى، البنكه تتسال ما تعقلش عليك، يعني راه شردتك وما كاينش اللي غادي يخدمك، ما كاينش اللي غادي يقول لك في هذا الوقت هذا شي حاجه، فهمتيني؟ لهذا حنا طالبين غير يقعدوا معنا اطابل، فهمتيني؟ وخرجوا معنا بخلاصه القول، حنا ما نتعذبوش وتا هما ما يتعذبوش معنا. كيف ما تنشوفوا دابا خليتوا وليداتكم في الدار وجيتوا تبارك الله عليكم معتصمين هنايا. معلوم يعني حنا معتصمين هنايا. جايبين معاكم ماتريال. معتصمين. معتصمين. ما كاين داك الشيء الكاشة والكاميلا ونسينا الفاميلا. معتصمين. الكاشة والكاميلا ونسينا الفاميلا. معتصمين 24 معتصمين 24 ساعة ل 24 ساعة. يعني مفرقين داك الشيء. كل اربعه السوايع خمسه السوايع تيجي جروب وتعاود يمشي جروب يستراح، يجي جروب وعاود يمشي جروب، يعني راه سبعه لوطيلات كلها هما تيتجمعوا هنا، عاد خلي الوقفه الاحتجاجيه اللي تتكون عندنا مع السبعه ديال العشيه. شكرا. زيد هكا زيد ثاني قلت لك حاجه صاحبي هكا هكا عشان انت ماك مصاحبين بسم الله اخويا نقول نقولوا شي شويه سلام الله دابا اخويا السلام عليكم ورحمه الله كنشكروا بعدا قناه العدل الله يجزيكم بخير ديما مواكبين معنا هذه المساء النهار بجينا تضاوره اللي بينا نطوروا نقصروا فبكل صراحه ما بين ليله وضحاها لقينا راسنا متشرزين احنا كما كتعرفوا العموله العامله تاع سلسله المكادور الشعبي من بعد الدعم اللي عطانا صاحبي الجزائر الله ينصرو ففي شهر 7 كما عرف الجميع خصنا نتحقوا بالعمل فاذا بنا تلقوا الفنادق مسدوده ولا حاسب ولا راقب على هذوك الناس حنا اللي بغينا دابا نطلبوا بكل بساطه حنا راه ما فرحانينش جايين هذا الليل وسهرانين والناس خلينا نجرهم وخلينا والديهم كما قال السيد اللي مقبل قسما بالله الناس عندهم كريديات الناس مازمه الناس بازمه بصراحه ماشي بازمه فات الازمه هذيك الجاي الله يوقف معنا ونطلبوا من الله على خير واذا كان شي مسؤول وكنت نقول انتم بعدا ونعاود نشكر الصحافه الله يجزيكم بخير اللي انتم من خلالكم توصلوا رسالتنا للناس اللي لا مسؤولين بصراحه ما مسؤولينش لانهم كانوا مسؤولين للسياحه خصهم يوقفوا معنا في هذه الحالات ايميدياتمون في الحال يشوفوا الناس راه اوضاع راه لا حول ولا قوه الا بالله العظيم اخويا راه ما يخفى على حد الجائحه عام ونص هذا وحنا غاديين في عامين هاد الناس بغيو يسدوا الله يجعل ربي يسهلهم اخويا يسدوا حنا ما حبسناهمش يسدوا اللي يحلوا الشعبي غني التعريف واحد السيد اللي انا ربما تنقول مسألة بعد السدان ما جاتنيش مفاجئه ماشي هي كانت مسألة وقت ليس الا لان الطريقه المنظومه التي تسير بها ولا الطريقه اللي تسير بها منظومه الاستاذ الشعبي مسألة وقت الا ما هذا الشيء كان غادي في طريق الانحدار حقيقه اما دابا قدر الله ما شاء الله يسدوا هذا الشيء الناس يعطيونا ديالنا بكل بساطه او لي المهم هذا هو الحل ما بغيناش حنا كنوصل معهم المسائل القانونيه وليو في محاكم مطلقه وكفي هذا الشيء اللي تنعانيو منه والله العظيم بصراحه اش بغينا بين شي محاكم بشي عون قضائي ولا الا كان شي اذن صغير الله يجزيكم بخير غير صاحب جلاله الله ينصرو ويخلينا بصراحه راه ما كاينش اللي تسنتنا لا وزير السياحه ولا وزير الداخليه ولا وزير الناس اللي معنيه بهاد الاكوا خصها توقف معنا في هاد الحالات هادو وحتى اليوم اخويا الله يجزيكم بخير شهر 6 راه وقف الدعم بديت من شهر 7 راه مشينا كما قال لكم السيد بدينا نخدموا فاذا بنا راه الشعبي ما كاينش اللي يتواصل معنا ما كاينش اللي يهضر معنا خلونا حنا في الزنقه فاذا كاين شي حل الله يجزيكم بخير يديروا معنا في الحال وشكرا قناه صوت العداله الله يجزيكم بخير وديما معنا وشكرا لكم مرحبا اسمح لينا اخويا الله يهنيك الوالدين اذا كما كتشوفوا متتبعينا الكرام الاخوان معتصمين هنايا هما معتصمين كيوجدوا العشاء ديالهم يعجز اللسان تيعجز على الثمانينات يا ما تشوفوا دابا باذننا الله الا باذننا وحق الله ولا العالم كله تيشوف فينا في هذه الحاله كنتمنى ان سيدنا يشوف هذا الشيء وما يبغيش شعبو وما يبغيش الشباب ديالو وما يبغيش الوطن ديالو وتنشكر سيدنا هو اللي غادي يحل لنا هذا المشكل وتنتمناو ان بعد الناس يكون فيهم شي شويه ديال المحنه يتعاطفوا معنا يوقفوا معنا هاد البناماليين ولا هاد العمال ولا الباشا ولا كذا يحسوا بينا احنا ولادهم وحنا شعبهم وما يبغيوش يشوفونا احنا الناس الدول اللي حنا كنفتخروا عندنا عند نفوسنا عندهم يشوفونا في هاد المعدله
منه ولا تلقى معك شي واحد بيقول لك واش هو هذا هما المغاربه اللي باكين عندنا كذا ما كذا. حنا ما تنضاوش، حنا الوطن ديالنا تنموتوا عليه، ونتيحوا حنا تحت الطنوقه، يدوزوا عندنا الطنوقه على وطننا. ولكن خص الوطن حتى هو خص يكون معانا، وانتم تتشوفوا ها القويميل هادي انا الله إذا المتتبعين كما شفتوا معنا عمال وعاملات مجموعة فنادق رياض موكادور اللي وضحوا لنا سبب الاعتصام. إذا المتتبعين الكرام إلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.